اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين الأصحاح التلتاشر وفي الأصحاح التلتاشر هنشوف قصة فريدة في الكتاب المقدس بس عشان نبتديها نفتكر احنا وقفنا فين في الأصحاح اللي فات في الأصحاح الإتناشر كان يربعام ابن نباط لما استقل بعشر أصباط في المملكة الشمالية ابتدى يعمل لهم عجلين علشان يعبدوهم وينسوا العبادة في أورشليم خوفًا منه ان الناس بعد وقت ينزلوا يروحوا هيكل اورشليم ويحنوا لايام داوود وسليمان فيسيبوه في المملكه الشماليه فيسيبوه في المملكه الشماليه ويرجعوا ينضموا الرحب عام لانه يعتبر حفيد لداوود ومن هنا ابتدى يربع عام يشجعهم جدا على عبادة العجول أو العجلين الذهب اللي عملهم بالتحديد وفي نهاية الإصحاح الاثناشر كان يا بيقدم عجل من العجول الذهب اللي في بيت إيل علشان يزوغ الناس عن عبادة ربنا ويعلمهم عبادة الأوثان تعالوا بقى نشوف إيه اللي هيحصل في الإصحاح التلاتاشر يبدأ الإصحاح التلاتاشر ويقول وإذا برجل الله يعني نبي حقيقي حقيقي جه من الجنوب من يهوذا ومعاه كلام الرب وصل لغاية بيت إيل المكان اللي واقف فيه أربع عام قدام المسبح علشان يقدم القرابين للعجل فنادى رجل الله اللي هو النبي بكلام ربنا وقال يا مسبح يا مسبح كذا قال الرب هيتولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا وده فعلا هيحصل بعد أكتر من مئة سنة فدي نبوة واضحة بيقولها نبي ربنا على إن هيتولد يوشيا ده وهيبقى ملك وهيجي يسبح كهنة المرتفعات اللي بيوقدون يسبح وهتخرق عليك كمان عظام الناس الأشرار اللي اتعلموا عبادة الأوثان على إيد عام واللي هيجوا من بعده وساعتها نبي ربنا ده قال وهديكوا دلوقتي علامة عشان تعرفوا إن الكلام اللي أنا قلته هيحصل فعلا هيتشقق قدامكوا دلوقتي المسبح ده وهيزرى الرماد اللي عليه فلما سمع الملك يا ربعام الكلام اللي بيقوله رجل الله ده نحو المسبح في بيت ايل، مد يا أربعام إيديه من على المسبح لأنه كان هيقدم محرقة، لكن شاور على الراجل النبي وقال للناس إمسكوه، وهو- وهو بيشاور بإيديه يبست إيديه في الحال، الإيد اللي مدها نحو نبي ربنا ومقدرش يردها ليه تاني. مش بس كده في اللحظة دي انشق المسبح فعلا نصين وذري الرماد من على المسبح حسب العلامة اللي اداها رجل الله بكلام الرب فبسرعة الملك رجل الله وقال له تضرع لوجه ربنا إلهك وصلي من أجلي عشان ترجع إيدي ليا فتضرع رجل الله لوجه ربنا فرجعت إيدين الملك يا ليه زي ما كانت في الأول ساعتها الملك يا أدرك إن ده رجل الله فعلا فقال له طب تعالى تضيفك في بيتي وأأكلك لقمة وكمان أديك أجرة يقصد إن هيديله فلوس كرشوة ليه؟ علشان يطلب منه إنه يدعي له أو يتنبأ له نبوة تبقى في صالحه ويلغي النبوة اللي ربنا قالها له قبل كده طبعا ده شغل ناس كده طبعا ده شغل ناس وثنيين لكن رجل الله ما عندوش إن ممكن يلغي كلام ربنا أو يبدله لكن دي الفكرة اللي جات لي أربع عام فقال رجل الله للملك لو اديتني نص بيتك مش هدخل معاك ولا عمري هاكل معاك خبز ولا هشرب ماء في الماء. أصلا ربنا وصاني وقال لي ما تاكلش خبز ولا تشرب ماء ولا ترجع في الطريق اللي انت رحت منه ربنا أوصاني اني ما كلش مع عبدة الأوسان أكل واحد أبدا وكمان لما أرجع أرجع في طريق تاني يحسن تكونوا عاملين لي فخ في الطريق اللي أنا جيت منه، أحسن تكونوا عاملين لي فخ في الطريق اللي أنا جيت منه، طبعا بيقول الكلام ده بسذاجة، وفعلا ساب الملك يربعام وخرج من طريق آخر غير الطريق اللي جه بيه لبيت ايل، وكان في الوقت ده نبي شيخ تاني ساكن في بيت ايل، وطبعا طالما ساكن في بيت ايل يعني مكان الأوثان فواضح إن هو مش نبي من عند ربنا. ده نبي تبع الأوثان فجم ولاده وقالوا له كل العمل اللي عمله نبي ربنا الحقيقي في ذلك اليوم في بيت إيل وقصوا على أبوهم كل الكلام اللي اتكلم بيه نبي ربنا لبعام فقال لهم أبوهم اللي هو النبي الشيخ اللي عايش للأوثان طب هو رجع من أنهي طريق وكانوا الولاد بتوعه شافوا فعلا الطريق اللي رجع منه رجل الله اللي جه من يهوذا فقال لولاده طب جهزوا الحمار وفعلا جهزوا الحمار وفعلا الحمار وركب عليه علشان يمشي ورا رجل الله ولما كان ماشي لقى رجل الله قاعد تحت البلوطه تحت شجره ودي كان عكس وصيه ربنا لان ما ينفعش يقعد يريح في ارض الاوثان المفروض كان يأدي رسالته على طول لكن لانه قاعد يريح تحت الشجره النبي الكذاب التاني لحقه وقال له هو أنت رجل الله اللي جيت من يهوذا فقال له أنا هو والمفروض برضه ما كانش يرد عليه لأن أنبياء الأوثان كانوا بيبقى ليهم لبس معين ومميز فالمفروض أنه زي ما ربنا أوصاه أنه ما يكلمش حد في الطريق لكن يرجع على طول ودي تشبه الوصيه اللي ربنا وصاها للتلاميذ في العهد الجديد لما قال لهم لا تسلموا على احد في الطريق فقال النبي الكذاب اللي هو تبع الاوثان طب تعال امشي معايا للبيت وانا هاكلك خبز فعاد تاني نفس الكلام ليه وقال له انا ما اقدرش ارجع معاك ولا ادخل معاك ولا اكل معاك خبز ولا اشرب معاك ماء في المكان بتاع الاوثان بتاعكم ده لأن ربنا قال لي بوضوح ما, تكل ما تكلش خبز ولا تشرب ماء ولا ترجع في الطريق اللي انت ذهبت منه وانا لازم انفذ اللي ربنا قاله لي فساعتها النبي الشرير كذب عليه وقال له طب ما انا نبي زيك وربنا كلمني برضه بكلام وقال لي رجع النبي اللي انا بعته من يهوذا معاك عشان ياكل خبز ويشرب ماء وطبعا اكيد ربنا مش هيغير كلامه وأكيد ربنا عمره ما هيكلم نبي من أنبياء الأوثان فدي كانت كذبة واضحة لكن النبي اللي جاي من أرض يهوذا صدق الكلام فرجع معاه وأكل خبز في وأكل خبز في بيته وشرب ماء وأثناء ما كانوا قاعدين بياكلوا ربنا كلم النبي الشيخ الشرير ووبخه جدا إنه رجع النبي بتاع يهوذا للبيت وكذب عليه فاتفزع الراجل الشرير وصاح لرجل الله اللي جه من يهوذا وقال له كالرب من أجل إنك خالفت قول الرب ومحفظتش وصيته اللي وصاك بيها الرب إلهك ورجعت وأكلت خبز وشربت ماء في المكان اللي ربنا قالك فيه ما تكلش ولا تشرب ماء للأسف جثتك لما تموت مش هتدخل قبر أبائك يعني أبائك يعني مش هتدفن في أرض يهوذا طبعاً أكيد النبي الشرير وهو بيقول الكلام ده بأن بروحه لأن هو اللي رجع النبي بتاع يهوذا من الطريق اللي كان ماشي فيه عشان يأكله ويشربه لكن للأسف غالبا التهديد غالبا التهديد اللي ربنا قاله للنبي الحقيقي اللي جاي من يهوذا ما فرقش معاه كتير واستخف بيه لأن هتفرق في إيه يعني إن جثته مش هتتدفن في أرض يهوذا فللأسف كمل أكل وكمل شرب وبعد كده كمان النبي الشرير واخد الحمار وركب عليه عشان يرجع ارض يهوذا وانطلق النبي الحقيقي اللي جاي من يهوذا عشان يرجع ارضه وفي السكه صادفه اسد في الطريق فقتله وفضلت جثته مطروحه في الطريق والحمار واقف بجانبها حمار واقف بجانبها والاسد اللي موته واقف بجانب الجثه والمنظر ده منظر غريب لأن الناس كانت بتعدي تشوف الجثة مطروحة في الطريق والأسد واقف بجانب الجثة فجوم الناس بسرعة وأخبروا في المدينة اللي كان النبي الشيخ الشرير ساكن فيها ولما سمع النبي الشرير اللي رجع النبي الحقيقة عن الطريق قال يبقى هو ده كان رجل الله فعلا وهو خالف قول ربنا بسببي فدفعوا ربنا للأسد فافترسوا وقتلوا حسب كلام الرب اللي كلمه بيه وحذره وكلم ولاده قال لهم جهزوا حمار فجهزوه فذهب ووجد جثة النبي الحقيقي مطروحة فعلا في الطريق والحمار والأسد واقفين بجانب الجثة وده كان منظر غريب لأن الأسد ما أكلش الجثة ولا افترس الحمار يبقى كان مرسل لغرض محدد فرفع النبي الشرير جثة رجل الله وحطها على الحمار بتاعه ورجع بيها ودخل النبي الشرير المدينة علشان يندب النبي الحقيقي ويدفنه وحط جثته في قبره الشخصي وناحوا عليه قائلين آه يا أخي وعليه قائلين آه يا أخي يعني نوع من الصراخ اللي فيه تأنيب للضمير كأنه بيقول له أنا السبب اللي خلتك دلوقتي تموت هذه الموتة البشعة ومن الكلام ده ومن التصرف ده يبقى معناه إن النبي بتاع الأوثان في الأغلب تاب الأغلب تاب وتعلم درس وده اللي هيبان من الجزء الجاي وبعد ما دفنوا النبي الشرير كلم ولاده وقال لهم لما أموت ادفنوا عظامي في القبر اللي دفن فيه رجل الله بجانب عظامه ضعوا عظامي عايز يقول لهم إن راجل ما سكته وأعبد الإله الحقيقي فادفنوني بجوار دفنه بمعنى إن إحنا الاتنين نصاحب بعض في الموت يعني إحنا الاتنين بنموت على نفس الإيمان حاجة كمان حطوا عظامي بجانب عظامه لأن الكلام اللي هو نادى بيه بكلام ربنا نام ربنا نحو المسبح في أول الإصحاح لما كلم المسبح اللي في بيت إيل وقال له إن عليك هيتحرق جسس كل كهنة الأوسان وعليك هيتحرق عظام كل كهنه الاوثان كلام ده هيتحقق لكن انا عظامي لما تكون بجانب عظامه يبقى مشط وده فعلا اللي هيحصل لما هيجي ملك اسمه يوشيا حسب ما تنبأ النبي بالظبط والكلام ده مكتوب في ملوك التاني اصحاح 23 من اول تقريبا الايه 15 هيجي الملك يوشيا وهيهدم المسبح ده وهيحرق عليه كمان عليه كمان عظام كل كهنة الأوثان لكن لما يجي يشوف القبر بتاع هذا النبي اللي جاي من يهوذا وجنبه عظام النبي التاني هيسيبهم هما الاتنين ومش هيحرقهم علامة على رضا ربنا عليهم هما الاتنين وبالتالي يبقى النبي يبقى النبي الأولاني اللي جاي من يهوذا صحيح مات موتة لا طليق بأنبياء ربنا لأنه خالف وصية ربنا لكن ده مش معناه ان ربنا غضب عليه للابد كذلك النبي الشرير يبدو النتاب وبالتالي استحق القرامه حتى بعد مديمه خلصت ياربعام ابن نباط الملك سمع عنها وعرف كل التفاصيل ده هو نفسه كانت ايديه اتشلت وخفت بصلاه رجل الله لكن بالرغم من ده كله ما رجعش عام ابن نباط عن طريقه الرديئه لكن رجع وعمل من عمة الشعب وعمل من عمة الشعب كهنة للمرتفعات واللي كان بيدفع له فلوس أكتر كان بيخليه من كهنة المرتفعات وكان طبعا هذا الأمر خطية كبيرة لبيت أربع عام وكان اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين شفنا في الإصحاح التلتاشر إزاي رجل الله اتخدع بكلام النبي الكذاب وسمع كلامه وافتكروا ان ده صوت الله ومش بس كده ده لما سمع صوت الله ما صدقوش او استخف بيه بي. طب ازاي الواحد يقدر يميز فين صوت الله اللي يصح اني اهتم بيه واحطه في الاعتبار بل اني اطيعه وازاي اميز صوت عدو الخير اللي قد يلبس صوب صوت الله ويخدعني بيه المحيره خاصة إن إحنا في الإصحاح اللي فات اتكلمنا عن ماذا أفعل عندما أحتار؟ وقلنا إن الواحد يصح يصلي وياخد إرشاد الآباء ويتعقل ويفكر ويحسب وده مش غلط، لكن النتيجة الأخرانية أعرف منين إن دي فعلا نتيجة جاية عن طريق صوت ربنا بالذات لو أنا حسيت بارتياح ناحية قرار معين أو حسيت ان ربنا بيكلمني من خلال آية او من خلال احداث انه بيشاور لي ان ده الاختيار المظبوط او ان البعض يقول اصل شفت حلم أو رؤية وبالتالي شاورت لي على الاختيار اللي صح اميز منين ان ده صوت ربنا اول حاجة صوت ربنا او رد ربنا نقدر نميزه بحاجة انه يستحيل يكون مخالف لوصية ربنا اللي في الكتاب المقدس يعني يستحيل يكون ربنا بيقول للنبي اللي كان جاي من أرض يهوذا إنه يقعد يريح في السكة تحت الشجرة مخالفا لكلمة ربنا السابقة اللي قال له ارجع بسرعة لأرضك وما تقعدش في أرض الأوثان ويستحيل ربنا اللي قال ما تخلطوش الوثنيين معهم إنه يرجع دلوقتي ويقول له اقعدوا كل معاهم أو يستحيل ربنا اللي قال له قبل كده ما لا فضه ولا فلوس ولا اي هدايا من عند بتوع الاوثان يقول له دلوقتي خد منهم الحمار هديه وارجع بيه لارضك فاول صفه صفه من صفات صوت ربنا او رده انه يستحيل يكون بيخالف وصيته يستحيل حد يقول ان ربنا رد عليا برد وخلاني مثلا اني اكذب او اني اقبل رشوه أو أني أخدع أو أني أسرق أو أني أجالس ناس أو أن اختياراتي تبقى اختيارات مادية شهوانية ويكون ربنا موافق عليها أكيد ده ضد الوصية يبقى مش ده صوت ربنا تاني حاجة صوت ربنا يجي في وقت الإنسان يكون فيه في روح الصلاة يعني الإنسان المصلي محافظ على قداساته وعلى توبته وعلى اتضاعه وعلى صلاة يسوع المستمرة اللي قلبه مع ربنا ربنا يكلمه باريحية ويقدر يميز صوت ربنا، لكن يستحيل النبي اللي جاي من يهوذا يكون قاعد تحت شجرة وقاعد بيريح بعكس وصية بعكس وصية ربنا ويجي نبي لابس لبس انبياء الاوثان بوضوح وجاي في وقت راحته وهيكلمه بكلام ربنا، ربنا يتكلم في جو الصلاة. ومن خلال اناس ليهم في صوت ربنا ومن هنا تيجي الصفه رقم ان ربنا لما يكلم انسان او يخليه يستريح ناحيه امر ما لازم تكون في علامه واضحه ان ده من عند ربنا يعني مثلا البعض يقول انا شفت حلم معين فيه ان قريبي جه وقابلني وحصل وخلى وسوى ايوه ايوه بس الحلم اللي شفته هل في صليب؟ هل في قديس؟ هل في السيد المسيح؟ أو مثلا حد يقول الرد بتاع ربنا جالي من خلال الراجل اللي معاه في الشغل فلان الفلاني وهذا الشخص بعيد جدا عن ربنا النبي اللي جاي من بيت يهوذا كان من السهل جدا انه يعرف ان اكيد الكلام اللي بيتقال ده مش من ربنا لان اللي بيقوله لابس لبس كهنة اوسان وبعيد كل البعد على انه يكون من رجال الله اللي ينفع ربنا يتكلم على لسانهم مفيش اي علامه فيه تدور رجال ربنا كمان ربنا لما يكون عايز يبلغ حد رساله او يرد عليه رد لازم يكون الرد هدفه خلاص الانسان او توبته يعني لما ربنا كلم الرجل بتاع الله في اول الاصحاح وخلاه يروح عند اربع عام كان بهدف هدف أنه يعلن كلمة الله بإبطال عبادة الأوثان وباسترجاعهم لعبادة ربنا ولما كلمه في الآخر وقال له يرجع علشان ما يقعدوش جنب الراجل بتاع الأوثان ويتعلم منه ربنا هدفه خلاص الإنسان يوم ما هيكلم الإنسان هيبقى عشان تبقى خلاصه لكن ليه ربنا يبعت واحد يقول له تعالى كل ونام وريح وكل معايا على مائدة الأوثان أكيد الكلام ده لا يقول لخلاصه وليس لي دعوة بتوبته بل بالعكس دي أمور مادية بحتة وأكتر من كده هي عكس وصية وصية ربنا لأن يا أحبائي البعض يقول أنا شفت في حلم حاجة وتاني يوم اتحققت تماما فدي تبقى من ربنا أيوة هل ربنا هيبعتلك لك حاجة تتحقق ليس ليها أي علاقة بخلاص الإنسان ولا بتوبته القصة مش محتاجة حلم ولا رؤية ربنا يبعتها ربنا مش هيبعت لك تصور عن حاجة مادية بحتة أو تصرف عارض هيحصل تاني يوم ربنا لما بيخاطب الإنسان بيكون هدفه خلاصه وعايز يوصل له رسالة توبة مش عايز يعلن له أي أحداث علشان يتغر إنه بقى بيعرف المستقبل ما. كمان صفة من صفات صوت ربنا إنه دائما يعطي سلاما ويقول الى سلام رساله ربنا بتكون دايما مريحه وتدي للواحد سلام حتى لو فيها توبيخ وحتى لو فيها تحذير من الخطيه خطيه الانسان من اجل انه بيميل ناحيه الخير فكلمه ربنا بتريح قلبه وبتنخص ضميره صحيح بس بيحس بارتياح انه لازم يمشي في الاتجاه ده حتى لو كان عكس ارادته ساعات نشعر بيها في وقت الاختيارات اختيار يكون مش على مزاجك تماما لكن بعد الصلاة والإرشاد والتفكير وانت في جو صلاة ربنا بيدي للإنسان ارتياح في اتجاه معين مع إن الواحد يتعجب إنه ما كانش مرتاح للاختيار ده خالص أو إنه عكس إرادته يبقى لغاية دلوقتي قلنا إن صفات صوت الله أو رد ربنا رقم واحد مستحيل يخالف وصيته تانى حاجه بيجى والانسان فى روح الصلاه رقم تلاته فى علامه واضحه باين فيها ان الصوت جاى من عند ربنا او ان ربنا او ان الرد جاى من خلال رجال الله رقم اربعه انه بيدفع الانسان للتوبه والخلاص نفسه رقم خمسه بيدى للانسان سلام وهدوء وطمأنينة. رقم سته ان الرد متكرر لح وغير متغير يعني ثابت يعني مش النهارده كان حاجه وبكره كان حاجه واب اعترافي قال حاجه لكن انا مرتاح لحاجه لكن انا قريت عن حاجه تالته لكن قرايبي قالولي حاجه رابعه هنا في تشتيت لسه موضحش صوت ربنا لسه موضحش صوت ربنا صوت ربنا ثابت وغير متغير ومتكرر يعني ما ينفعش ربنا يكون بيكلم النبي بتاعه بكلام وبعد وقت قليل يقوم مغيره في اتجاه تاني خالص وبعد وقت تالت رجع للرأي الأولاني هنا كان لازم نبي ربنا يتوقف ويقف يصلي عشان ربنا يعلن له رأيه الثابت الأمين هو أنهي فيهم سابع حاجة وآخر حاجة إن صوت ربنا أو رده يجب أن يكون مؤيد من الكنيسة يعني ايه؟ يعني ايه؟ ربنا لما صعد للسماء استأمن الكنيسة على أسراره وعلى حضوره، قديس بولس الرسول يتكلم عن الكنيسة ويقول عنها عمود الحق وقاعدته يعني هي اللي عندها الحق عشان كده نلاقي في سير الآباء يعرف رد يروح على الكنيسة ويسمع الإنجيل ويسأل عن الشرح، ابن عايز يعرف رأي ربنا في شيء فبعد الصلاة وبعد التعقل بيروح لأبوه الروحي يسمع رأيه الأخير أو مباركته للأمر اللي فكر فيه، فالأمر لما يكون مؤيد من الكنيسة ورجال الله في الكنيسة هنا الإنسان يضمن إن ده كان صوت ربنا يبقى السبع حاجات هما إيه؟ صوت ربنا لا يخالف وصيته صوت ربنا ياتي في روح الصلاه صوت ربنا به علامه واضحه روحيه صوت ربنا يدفع للتوبه والخلاص صوت ربنا يعطي سلام وهدوء صوت ربنا متكرر وثابت وغير متغير واخيرا مؤيد من قبل الكتب.